طيب نروح للكاراتيه. الحقيقه اللي عامل انجاز تاريخي، انجاز تاريخي. طب ايه هو الانجاز التاريخي اللي عمله؟ الانجاز التاريخي ان عندنا خمس لاعبات او خمس لاعبين اتاهلوا لاولمبياد طوكيو، في رقم كبير جدا. وطبعا من الاتحادات والالعاب المنتظر ليها تحقيق ميداليه اولمبيه، خاصه ان الكاراتيه دي اول دوره اولمبيه يدرج في الالعاب الاولمبيه. لمزيد من التفاصيل معانا الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا، ازيك يا كابتن هيثم؟ ازاي معاليك؟ انا مش عارف ابارك لحضرتك ازاي يا فندم، والله الف مليون مبروك، انجاز مبروك كبير لمصر. مبروك لمصر طبعا طبعا، مبروك لمصر، مبروك لكل اولياء الامور واللاعبين الابطال، ومبروك لمعالي وزير الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه. كل مصر داعمه للرياضه بشكل كبير جدا. يمكن ده كان نتيجته الحمد لله رب العالمين الكاراتيه النهارده في ازهى عصوره بتأهيل خمس لاعبين كوميتيه من ست مقاعد. يعني النهارده في الاولمبياد الكاراتيه نصيبه اساسا ثلاثه كوميتيه، وثلاث لاعبين في الكوميتيه، وثلاثه في البنات بالنسبه للبنين ثلاثه والبنات ثلاثه، يعني ست ميداليات. مصر تأهلت في الثلاثه البنات وتأهلت في اثنين كوميتيه، يبقى اصبح عندنا خمس ميداليات او خمس لاعبين مؤهلين من سته بالنسبه للكوميتيه. يا رب بتاعت الكاتا ما تأهلناش فيها، اللي هم اثنين بنين وبنات، لكن الكوميتيه الحمد لله النتيجه خمسه. يمكن الدوله الوحيده بعد الدوله المضيفه اليابان اللي فيها خمس لعيبه النهارده الحمد لله تاهلت للاولمبياد. مش عارف اقول لحضرتك ايه، انجاز كبير الحقيقه، واحنا سعداء بيه، وده يعني بيحط عليكم مسؤوليه. خلي بالك يا كابتن، يعني برضو الناس طبعًا طبعا هو احنا مش معنى ان تاهلنا ان احنا ده نهايه المطاف، لا بالعكس، دي بدايه المسؤوليه الكبيره اللي على العاتق الاتحاد وعلى الاولاد كلهم. هنبذل قصارى جهدنا ان احنا نخليهم في معسكر دائم من هنا لحد السفر لطوكيو. يعني على سبيل المثال في المرحله السابقه اتاهلت جيانا فاروق وعلي الصاوي، عملنا لهم معسكر في روسيا من اسبوعين، والنهارده هم معسكرين في اكاديميه البحريه في اسكندريه لمده 10 ايام، هيجوا بعدها يعسكروا مع مدربهم الخاص في معسكر داخلي في احد دور القوات المسلحه. بينما اللعيبه الاخر اللي هو عبد الله ممدوح اللي لسه مؤهل دلوقتي عن طريق الكوتا الافريقيه، ورضوى السيد في ريال الحمد لله تاهلت من الدوره المؤهله في باريس، الثلاثه دول هيدخلوا في معسكر ان شاء الله من يوم السبت في المركز الاولمبي بمشيئه الله، وايضا هي معسكر داخلي في القاهره، ومعسكر ايضا في اسكندريه بعد 10 ايام لحد السفر. ما شاء الله، يعني انتوا يعني عارفين كاتحاد انتوا عندكم ايه وعاملين حسابكم لكل حاجه. بس خليني اسال حضرتك سؤال يا دكتور. دلوقتي احنا يعني لحد دلوقتي في خمس لعيبه تاهلوا، فرص حصولنا على ميداليات، يعني خلينا دايما نتكلم في الاحتمالات الاعلى، فرص او الاحتمالات الاعلى لحصولنا على ميداليه، كم ميداليه في الاولمبياد تقريبا؟ انا من السنه اللي فاتت الحمد لله الاتحاد وعد وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه بان احنا ان شاء الله هنحصل على ميداليتين اولمبياتين بمشيئه الله تعالى. يا رب. ونطمع طبعا في زياده، بس احنا طبعا بنقول الميداليه الاولمبيه برضو انجاز كبير وصعب وشاقه، وبرضه فيها ناحيه نفسيه كبيره جدا اللعيبة وضغط عصبي، فاحنا بنقول اضعف الايمان ان شاء الله باذن الله بنوعد ان احنا نرفع علم مصر ونجيب ميداليتين، وخصوصا ان احنا في ما اشتركنا في اولمبياد 2018 الشباب وشابات اشتركنا بنت واحده تاهلت، البنت دي حصلت على الميداليه الذهبيه، وكان اول ميداليه ذهبيه في تاريخ الاتحاد المصري الكاراتيه في اولمبياد الشباب، فان شاء الله بنوعد ان احنا هنجيب ميداليتين على الاقل باذن الله في اولمبياد طوكيو 2020. طب دكتور بتعدوا اللعيبه نفسنا ازاي؟ خد بالك برضو انتوا طبعا سيد العارفين. احنا عندنا جهاز كامل متكامل، طبي ونفسي وبدني وتغذيه، وعندنا اصابات ملاعب، عندنا جهاز على اعلى مستوى بخلاف الدكتور الموجود معاهم دايما عشان النواحي الاحترازيه وعشان اي حاجه، غير الدكتور الاصابات متواجد دائما ومتلازم على بين، حتى في السفريات برضو بنستعين بالدكاتره معاهم، والمعد النفسي موجود سواء للبنين او للبنات موجودين معاهم في قلب المركز الاولمبي اقامه كامله مع المعسكر. ما شاء الله دكتور محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه، بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك، والحقيقه حاجه تفرح الكاراتيه، حاجه تفرح. وبرضه بفكركم تاني، احنا طبعا عضو مجلس ادارتنا دكتور مهند مجدي كان بطل عالم، يمكن هو ما لحقش الاولمبياد، كانت ساعتها لسه الكاراتيه مش لعبه اولمبيه، ولكن هو كان بطل عالم، يعني اوريدي النادي الاهلي قدم الكثير والكثير لهذه اللعبه عشان نوصل للمرحله دي، والنادي الاهلي يعني النادي الوحيد في مصر اللي عنده قاعده كبيره جدا من لعيبه الكاراتيه، واللي يمكن دخل الكاراتيه الحديث في مصر. النادي الاهلي بدعمه للاعبين والاجهزه الفنيه واعداد كوادر كان بيساهم بشكل كبير في الانجاز. طبعا جيانا فاروق نجمه النادي الاهلي على راس هذا الانجاز او هذا الدعم الكبير للنادي الاهلي قدمه كلعيبه للكاراتيه. الجميل ان الاتحاد عارف هو بيعمل ايه. الناس يعني يمكن انتوا اول مره تسمعوا اسم الدكتور محمد الدهراوي، او يعني مش من الاسماء اللي دايما متواجده، ولكن بيعمل في صمت، والراجل شغال هو والاتحاد بتاعه عشان نوصل لميداليه الاولمبيه. وحضرتك سمعته
قال ميداليتين، كان ممكن يقول ثلاثة وأربعة، هو بيقول إن هو يقدر بنسبة كبيرة بنسبة 85% أو أكتر يقدر يحصل على الميدالية دي. فهو الحمد لله بفضل الله اتحاد محترم شغال عايز يجيب ميداليات، عايز يمثل مصر. أول كلمة قالها الدكتور مبروك على مصر، هو ده اللي إحنا عايزينه. ولازم ما ننساش دور وزارة الشباب والرياضة الحقيقة، اللي ما كانش ده هيحصل إلا بدعمها وبالوقوف وراها كممثل للدولة المصرية. ألف مبروك للكاراتيه.